السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الفنان أحمد المصباحي من سويسرا العرائشي ومن القصر الكبير في نفس الوقت، ما نساوش القصر ديالنا اللي يعني مسقط الرأس. إذا تكلمنا على الجمعية الثقافية للفن والموسيقى اللي تأسست في شهر يناير ديال 2004 بسويسرا، هذه الجمعية كانت الفكرة ديالها في سويسرا حيت شفنا بأن كاين واحد الفراغ ثقافي وفني في سويسرا. لهذا ارتأيت أنا وبعض الأصدقاء منهم الفنان رضوان وهبي والزوجة ديالي كذلك اللي هي إعلامية وصحفية أننا نديروا واحد الجمعية اللي تغطي هذا الجانب هذا. فأسسنا هذه الجمعية في الأوائل ديال عام 2024، والهدف ديالها كما قلنا الهدف ثقافي محض. كنحاولوا ما امكن من خلالها اننا نبينوا الثقافه ديالنا ديال بلادنا، الثقافه المغربيه والثقافه الشماليه كذلك، ونحاولوا ما امكن يعني تكون شامله من جميع الجوانب، يعني تكون شامله مثلا بالجانب الفني بصفه عامه. فاحنا باغيين من هذه الجمعيه ان يكون مشاركين فيها موسيقيين، مبدعين من جميع المجالات، مصورين، رسامين، اي واحد عنده شيء ابداع وشفناه انه يمكن يعطي واحد يحط واحد اللبنه باش تكتمل البنايه ديال هذه الجمعيه، فحنا كنرحبوا به. هذه الجمعيه وبهذه المناسبه للزياره ديالي للمغرب، فهذا اول نشاط كتقوم به الجمعيه اللي بغينا انه يكون بشراكه مع مجموعه من الجمعيات العرائشيه بالاخص اللي هي يعني العرائش كما كنعرفوها يعني مدينه ثقافيه فيها بزاف المعطيات اللي في هذا المجال. فقمنا بهذا الحفل بشراكه مع جمعيه كرامه الارمله برئاسه السيدة المحترمة ناجية جبارة اللي كنحييها من هذا المنبر، وعلى المجهودات ديالها الجبارة اللي قامت بها كذلك في هذه الناحية وعاونتنا ورتنا يعني جميع الطرق وجميع لي ديمارش غنقولوا حنايا باش نقوموا هذا الحفل هذا، وكذلك بشراكة مع جمعية بيت المبدع برئاسة الحاج أحمد الشرقي الله يشافي اللي كنطلبوا من الله يشافيه في هذا لانه عيان شي شويه. وكنشكرهم جزيلا الشكر على هذا التعاون وعلى هذه المساعده لانجاح هذا الحفل الفني الكبير اللي كتشارك فيه كذلك يعني مجموعات محليه مثل مجموعه تقل الطوق الجبليه طيور الجبال، والمجموعه السلام لفن الجيل برئاسه السي عبد السلام الهوي المعروف يعني العرائشي المعروف. وكذلك حاولنا ما امكن ان يعني الحفل نعطيوه واحد الصبغه شويه كوميديه وواحد الصبغه شويه احترافيه، فجبنا له فرقه موسيقيه يعني اساتذه كبار من المغرب برئاسه المايسترو عبد الاله الزنوحي، وكذلك المشاركه ديال الثنائي جمال ونور الدين من طاج الكوميدي. هو سميتو أن التواصل ديالي مع مدينة العرائش يعني مستمر من دائما، ولكن لإنجاح هذا الحفل بالأخص يعني كانت عندي اتصالات يعني كبيرة وكثيرة مع إذاعة ميدي آم، مع إذاعة طنجة الجهوية اللي استقبلتني مؤخرا في واحد البرنامج ديال شرفات مع الأستاذة الإعلامية المحبوبة اللي كنشكرها
جدا يعني بالنسبه للنادي. وكانت عندي عاود لقاءات واتصالات مع معكم نتوما مع صفحات ديالكم ومع المندوبيه الثقافيه او المركز الثقافي ديال العرائش مع لطيفه الاطرش ليكسوس الحيه من المبار كذلك، ومع شخصيات مهمه بارزه ومع رؤساء جمعيات كذلك. وزعما كجبرت واحد الترحيب يعني واحد ترحيب كبير وواحد مساعده كبيره من هذه الناحيه هذه. وانا عاود كذلك عندي اتصالات شخصيه مع موسيقيين مع عازفين ومع استوديوهات اللي هما كذلك عندهم واحد دور كبير في انجاح الاعمال ديالي، بالاخص المايسترو عبد الاله الزنوحي اللي هو يعني مايسترو موزع كبير هنا في المغرب. فهاد الاتصالات انا ملي جيت يعني ما جلستش، كانت عندي يوميا وكل اسبوع وكل يوم كنكون عندي تحركات على الشمال واليمين باش هاد الحفل هذا يكون عنده واحد البصمه ديالو في هاد المجال هذا ان شاء الله. من بين الاهداف ديال الجمعيه وال يعني المنظوره يعني الاساسيه اللي عندها في المستقبل ديال هذه الجمعيه هذه، ان تكون لقاءات ثقافيه يعني زيارات بين المغرب وسويسرا ان شاء الله الرحمن الرحيم، نستضيفوا فيها يعني مجموعه من المفكرين، مجموعه ديال الفنانين، مجموعه الموسيقيين، مجموعه كل واحد يعني عنده شي حاجه ما يقول في الميدان الثقافي غتكون عندنا معه واحد التواصل. هذه الفكره الاولى. الفكره الثانيه فكرنا اننا نديروا واحد الفرع ديال الجمعيه الثقافيه للفن والموسيقى، فكرنا نديروا واحد الفرع هنايا في العرايش يكون كصله الوصل بيننا وبين المركز الرئيسي اللي غيكون في سويسرا اللي كانت رئيسه انا. وان شاء الله تكون عندنا مشاركات يعني في ثقافيه في جميع المهرجانات اللي غتكون في مدينه العرائش، وان ولا كانت مثلا في مدن اخرى مرحبا ما كاين حتى مشكل. المهم دابا حنا تكلمنا على مدينه العرائش لانها مدينه العرائش بالنسبه لنا هي المدينه يعني الانطلاقه الاولى، فهمتي. فغادي يكون عندنا مشاركه في مهرجانات في الصيف ان شاء الله، اللي تم استدعائنا من طرف جمعيات هنايا في العرايش ومن طرف ناجيه جباره كذلك اللي عاد تشرف على واحد المهرجان كبير هنايا في الصيف المقبل ان شاء الله. هذو المنظورات. ويكون مثلا مشاريع كاينه مشاريع اخرى ان شاء الله وتحركات ثقافيه في المستقبل. حد الان نقول لك الصراحه لحد الان يعني جميع الاعمال اللي درتها انا بالاخص يعني كان تمويل يعني مني انا، فهمتي. يعني جميع الانتاجات اللي درت انا من ناحيه استوديو ولا المعازفين ولا انا اللي درتهم، فهمتي. كان غنكون نتمنى على الله ان تكون عندي اتصالات مع بعض الجهات معينه اللي كتدعم الفنان وكتدعم الاعمال الفنيه او الثقافيه، فهمتي، باش يكون عندنا استمراريه كذلك. هذا من ناحيه. وحنايا كذلك ملي غنكون عندنا واجدين ونكونوا يعني نشوفوا راسنا يعني عندنا امكانيات باش ندعموا ناس اخرين وموسيقيين اخرين وفنانين اخرين اللي مازال عاد بداوا، مرحبا ما كاين حتى شي مشكل. فاش نقول لكم، الهدف هو اننا يعني النهوض بهذه المدينه في المجال الثقافي، وهذه المدينه يبان بانها عندها يعني طاقات وقدرات واشخاص اللي يمكن انهم يدعموها ثقافيا باش يكون عندها واحد السمعه. هي ديجا عندها سمعه، ولكن حنا نزيد ندعموها باش يعرفوا بان العرايش عندها طاقات يعني مهمه في جميع المجالات اللي يمكن لها تبين المدينه والثروات الفنيه ديالها. فالحفل اللي غننظموه غدا ان شاء الله 9 فبراير ابتداء من الساعه 6 فهي دعوه عامه درناها
مفتوحة لجميع العرائشيين والعرائشيات، الناس ديال الإقليم، الأصدقاء من كل مكان اللي بغاو يجيو مرحبا. غتكون شخصيات مهمة حاضرة، منها واحد المنتج مغربي قديم ومعروف عبرافون، غيكون المندوب الإقليمي لجهة طنجة تطوان الحسيمة ديال حقوق تأليف حقوق المجاورة، غيكون حاضر، غيكونوا مجموعة فنانين حاضرين، غيكونوا شخصيات والسلطات المحلية حاضرين. يعني حفل مهم، ويمكن يكون يعني حتى الإذاعة الوطنية غتكون حاضرة باش تغطي هذا الاحتفال اللي درناه. ومرحبا بكم.